السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في أحد مزارع التوت الأسود اللي هو بنسميه بالإنجليزي راسبري في البوسنة، اللي احنا بندعم فيه إحدى الأسر التي تعرضت للتطهير العرقي في مذبحة سربنيتسا في عام 1995، وأتت المرأة وأولادها هنا، وكل هذه المزارع هي بتزرعها علشان تستطيع أنها تتكسب من القرض الحسن الذي أعطته لها الإغاثة الإسلامية منذ سنوات. الإغاثة الإسلامية في هذا الحال بتعطي قروض حسنة لعائلات كثيرة جدا في البوسنة، وبدأ أنا رأس مال الشركة أو المؤسسة الإغاثة الإسلامية اللي هي بتعطي القروض دي هو 2 مليون يورو. 2 مليون يورو دول بنسميه هو ال 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 الفند او اللي هو الايه الذي الذي يدور الدائر، يعني ايه الدعم الدائر على العائلات الكتيره. ومن ال 2 مليون يورو استطاعوا بفضل سبحانه وتعالى انهم يدعموا 19,000 اسره، يعني 100,000 مستفيد. ها، وتحول راس المال 2 مليون يورو الى 23 مليون يورو، لانه كان بيلف دوره راس المال في خلال ال 15-18 سنه اللي فاتت. فاللي احنا عايزينه منكم دلوقتي ان احنا نحافظ على السلام، ونحافظ على الاستقرار، ونحافظ على خلق فرص عمل للمواطنين البوسنويين اللي مصرين انهم يدعموا السلام، مصرين انهم يعيشوا في بلدهم، مصرين انهم ايه ما يهاجروش من البلد اللي هو الهجره الاقتصاديه للشباب اللي حصل، ان ما فيش دلوقتي فرص عمل في البلد، لكن في بعض النساء وبعض العائلات استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى انها تعمل مزارع زي كده، تربي ابقار، تبني بيوت، تعمل جبن الى اخره الى اخره الى اخره. وزي ما احنا قلنا ان الدعم ده اللي انتوا اعطيتوه للاغاثه الاسلاميه اللي كان هو راس ماله فقط 2 مليون، دوره راس المال بتاعته جعلته يتحول من 2 ل 23 مليون يورو، وجعلته انه يستفيد منه 19,000 عائله استفادت منه. فلذلك نحن بندعوكم أولا بنشكركم، ثم ندعوكم أنك تدعموا مشاريع مثل هذه اللي الأسرة بتحتاج 1000 يورو أو 2000 يورو أو 3000 يورو عشان يعملوا مزارع زي كده. جزاكم الله خير من سربنيتسا، وهيا نمنع مذبحة أخرى أو أي مذبحة لأي ناس في العالم، ها، كما حدث للتطهير العرقي المسلمين في سربنيتسا عام 1995. نحن هنا في ما نسميه الصوب، الصوب الخضروات اللي صنعتها إحدى المستفيدات من قروض الإغاثة الإسلامية في خارج سراييفو من نجوا من مذبحة سربنيتسا عام 1995. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الطماطم موجودة، وفي قدام في الكوسة، وفي قدام كذلك في بتنجان، وهنا كمان في لوف اهو زي ما احنا شايفينه ورايا مظهر عشان الناس تستحمى بيه. كل الحاجات دي اللي احنا حاجات طبيعيه جدا اللي احنا بنسميها اورجانيك، اللي هي بتعتبر احنا عشان نجدها في اوروبا وامريكا بتكون غاليه 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 جدا. ده من شايفين الطماطم بسم الله ما شاء الله، يعني اللي هم بيعملوها هنا هو يعني حاجه جميله جدا 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 جدا، وده مجهود امراه واحده من المستفيدات من قروض الاغاثه الاسلاميه اللي هي بداوها من بعد الحرب ما توقفت في سراييفو في كل البوسنة زي ما شايفين. وكأنك انت بتتفرج على الطماطم دي كأنها عقود من اللؤلؤ، ربنا سبحانه وتعالى حطها في شكل الزرع اللي هنتكلم عنه. فنخش بس على اللي هو الكوسة، ونخش على البتنجان عشان نوري الشباب بالألفين أو 3000 يورو اللي هم يتبرعوا بيهم، ده بيتحول إلى دخل ثابت لأسر كثيرة في داخل البوسنة زي ما احنا شايفين اهو. الورق بتاع القرع او اللي هو بنسميه الكوسة اهو، وده البتنجان اللي احنا بنتكلم عليه كذلك، وده بقية الطماطم. احنا بنشكركم كتير جدا 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 على المال والتبرعات اللي انتم عطيتوها. Can I have one of this? Can I have it? Can I have it? Sister, sister. مريم مريم. ما شاء الله. دي بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين، يعني ده الانتاج اللي احنا بنتكلم عنه، ده الانتاج اللي احنا بنتكلم عنه، ده كله اللي هي الامنا هنا هو طلع من الشجره دي، وغيرها
كذلك اللي احنا بنتكلم عنه. وبنشكر اختنا اللي هو اللي زرعت كل هذا، وده هنا طبعا في هنا اللي هو البتنجان الى اخره الى اخره، وكل ده بفضل الله سبحانه وتعالى من تبرعاتكم واحنا عايزينكم تتبرعوا عشان نحول الاسره الى اسره منتجه، ونستطيع ان نوقف اللي هو ال 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 الهجرة الاقتصادية من البوسنة إلى الخارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع الأخت بيدا في سراييفو، وده اللي هو بسم الله ما شاء الله اللي هو بنسميه جرين هاوس أو الصوبة بتاعتها. زي ما انتم شايفين هنا في كرنب، وهنا في كوسة، وهنا في طماطم، وهنا في كيوكمبر اللي هو خيار. وبسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، كانت أرملة هي قتل من عائلتها 50 شخص، وخرجت بثلاث بنات صغيرين، زي كانت حامل في البنت الرابعة، واستطاعت انها تبني بيتها بنفسها، بتبني كل الصوب دي كلها عشان تستقل، حتى انها كانت بتعمل العجينة او الخلطة بتاعت اللي هي المونة والاسمنت عشان تبني البيت بتاعها. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بناتها واحدة صيدلية، واحدة طبيبة أسنان، واثنين تانيين اتخرجوا من الجامعة أيضا. ونشكر بدعة، بنشكركم أنتم كمان إن أنتم دعمتم بدعة عشان تبني كل بسم الله ما شاء الله المملكة دي كلها. شكرا، ونتمنى إن أنتم من الفلوس البسيطة بتدوها لبدعة وغيرها نتساعدوا عائلات كثيرة جدا 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 في كل مكان ليس فقط في البوسنة. جزاكم الله خير وشكرا، ونتمنى ان نراكم مره اخرى في مكان اخر في البوسنة.